الرحمن الرحيم، ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ يوم جديد وحلقه جديده خطيره ان شاء الله تعجبكم. عاملين وصفتين. اول وصفه هنعمل صينيه البطاطس بالفراخ باوراك الفراخ المخليه، حلوه جدا جدا وسهله وكلها على البارد، الحاجات كلها على بعض في نفس الصينيه وتدخل الفرن، ربنا يوفقها تستوي، لذيذه جدا جدا من الاكلات السريعه وطعمها حلو قوي، ان شاء الله تعجبكم. الوصفه الثانيه هنعمل مشروب الموكا اللي موجود في الكافيهات، سهل جدا وطعمه حلو، نعمله احنا في البيت وندلع نفسنا ان شاء الله. يا رب الحلقه تعجبكم. فاصل بسرعه وبنرجع على طول بعد الفاصل نعمل اول وصفه صينيه البطاطس بالاوراك، اوراك الفراخ المخليه على البارد كده. خليكم معانا. هنعمل اول وصفه دلوقتي مع بعض، صينيه بطاطس بالفراخ باوراك الفراخ المخليه، بتبقى سهله في الاكل وظريفه، ولا عظم ولا حاجه، ولا الولاد بقى يقعدوا بقى يبهدلوا ايديهم، بتبقى حلوه قوي. انا عن نفسي بعز الوراك المخليه جدا، بحطها في كل الاكل، بتستوي بسرعه وبتبقى طعمها لذيذ. فانا معايا تقريبا يعني حتت من الوراك المخليه، هنقول مثلا كيلو، تمام، بالحجم بتاعه العادي، عايزين تقطعوها مفيش مشكله. معانا بطاطس، كمية البطاطس اللي معانا دي تقريبا نص كيلو من البطاطس متقطعة شرايح، لا شرايح تخينة قوي ولا برضو رفيعة قوي، مع انها لو رفيعة شوية يعني زينة عن اللزوم هتبقى ظريفة، بس مش اللي هو الشيبسي يعني، لا، كل ما تبقى حجمها رفيع بتستوي أسرع وبيبقى طعمها ألذ في الأكل، تمام. معانا كمان بصل، بصل متقطع شرايح. معانا نص كوباية من اللبن الحليب، ممكن توصل لكوباية يعني حسب بقى انت لما نحطها هتبقى مكفية الحكاية ولا ايه، لو ما عندكش لبن كفاية ممكن نزود مية مفيش مشكلة. معانا كمان زيت، هنحتاج كده مثلا 3-4 معالق كبار من الزيت. محتاجين كمان معلقة من معجون صلصة الطماطم، ملح، فلفل اسود، معلقة صغيرة من البابريكا، ومعلقة صغيرة من السبع بهارات، وبس خلاص. بس شوفوا كل الكلام اللطيف ده هنحطه مع بعضه في الصينية، هتعجبكم قوي. عايزة اجيب بولة كبيرة كده، وناخد الاوراك اللذيذة دي اهو هنا كده، بصوا اوراك مخلية ومتقطعة، بفردها كده اوريها لكم علشان نتبلها حلو اهو بالشكل ده. هنعمل فيها ايه بقى؟ هنحط لها ملح وفلفل، ملح وفلفل، وهنحط بابريكا كده، وسبع بهارات، ونتبل كده الفراخ حلو قوي، تمام، بالشكل ده كده الفراخ خلاص اتبلت معانا وبقت جاهزه. نيجي هنا في الصينيه اللي احنا هنعمل فيها، هنحط لها معلقتين كده من الزيت في الصينيه من تحت بس كده، ونحط البطاطس، هننزل كده بالبطاطس شرايح مثلا بالشكل ده، يعني نوزع كده ايه شرايح البطاطس في الصينية كده، وهرشلها برضو ايه ملح وفلفل، ملح وفلفل، ومعايا البصل، هننزل كده برضو بالبصل، فرفط البصل كده شرايح، عايزين تقطعوه مكعبات برضو مفيش مشكلة، هينفع كده بالشكل ده اهو كده. وهحط تاني برضو رشة ملح وفلفل،
ملح وفلفل، وهنحط رشة بابريكا وبرده رشة من السبع بهارات كده عليهم. وهاجي هنا بقى معجون صلصة الطماطم، هحطه مع اللبن واقلبه كويس. عايزة اجيب بس معلقة شوكة، معلقة من معجون صلصة الطماطم، ونقلبها كده مع اللبن عشان هي دي اللي هنسقي بيها البطاطس الظريفة دي. انا وقعت، يوه 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 بقى، لا مؤاخذة. ونحط بقى كده ايه اللبن مع معجون صلصة الطماطم بالشكل ده، ونرص بقى الفراخ وألمنيوم فويل، ونغطي الصينية الظريفة دي وندخلها الفرن. فرن سخن درجة حرارة 200 في الرف اللي في النص لمدة تقريبا يعني من 30 ل 35 دقيقة بالكتير. هيحصل ايه بقى؟ الفراخ هتنزل ميتها، والبصل اللي احنا حاطينه هينزل ميته، وكل المكونات اللطيفة دي هتتدخل كده مع بعض وهتستوي وهتبقى تجنن. بس هنغطيها زي ما اتفقنا بالألمنيوم فويل. بعد ما يعدي 20 دقيقة في الفرن طلعيها من الفرن وبصي عليها شوفي ايه الاخبار. لو حسيتي انها محتاجة ان انت تحطي لها شوية مية زودي شوية مية عادي خالص، وتعمل لك صوص وندخلها الفرن تاني. لما بتستوي بتبقى تمام، ممكن تديها وش خفيف تحت الشواية، وبالهنا والشفاء. صينية بطاطس ظريفة طعمها لذيذ جدا، مش قادرة اقول لكم يعني مش هتعملوا بطاطس صينية البطاطس التانية، هتعملوا دي على طول من كتر ما هي لذيذة. وطبعا ينفع ان احنا نستخدم فيها الاوراك بالعظم وبالجلد او اجنحة فراخ او صدور براحتكم خالص، فجربوها وان شاء الله تعجبكم. احنا عاملين واحدة هناك اهو لذيذة جدا، عايزة بس كده طبق رز بالشعرية وطبق سلطة، وبالهنا والشفا خطيرة ان شاء الله تعجبكم. فاصل بسرعة جدا ألم أشيائي بقى دي كلها، ونرجع نعمل مشروب الموكا بتاع الكافيهات اللذيذ ده في البيت إن شاء الله يعجبكم. خليكم معانا بعد الفاصل. هنعمل دلوقتي مشروب الموكا، لذيذ جدا وظريف وسهل قوي ان شاء الله تنبسطوا منه. بصوا انا ايه بقى، اول حاجه معايا معلقه من القهوه الاسبريسو، تمام، هي اسمها اسبريسو كده يعني، تمام. في طبعا انواع مصري حلوه جدا ممكن تجربوها، فاحنا معانا معلقه محترمه، تمام. هندوبها بقى مع لبن او مع ميه، انا هدوبها مع ميه وهشرب بقى يعني هنشرب المشروب باللبن عادي، تمام. فمعلقه الاسبريسو دي معاها معلقتين من الميه العاديه خالص، وهنضربهم. انا معايا الجهاز ده اللي هو بيضرب ده اللي موجود في البيوت عندنا، لو مش موجود عندك خلاص هقولك على فكره تانية ظريفه. ماشي يا استاذه سموره، اهو اللي هو الجهاز ده عارفينه، ده اللي هو بيقعد يضرب الحاجات، رخيص قوي وموجود في حتت كتير لو تحبي تجيبيه. لو مش متوفر عندك هقولك على فكره تانية بتبقى ظريفه جدا اقولكوا عليها حالا. المهم فبنضرب الاسبريسو مع الميه لغايه لما تعمل لنا فوم كده ظريف. المشروب نفسه بقى بنحتاج له لبن، لو هتعملي كوبايه لنفسك يبقى هنحتاج مثلا كوبايه الا ربع من اللبن الحليب، تحبي اللبن يبقى سخن يبقى بارد براحتك حسب اختيارك. معانا شويه كاكاو، الكاكاو اللي معانا مثلا او ممكن بدل الكاكاو انا افضل ان احنا نستخدم شوكولاته مجروشه افضل، بتبقى طعمها احلى، ونحطها مع اللبن وندوبها فيه كده. ممكن بقى نزين الكلام الحلو ده زي ما بيعملوا في الكافيهات بالكريم شانتيه بقى مثلا، بصوص شوكولاته، كل الحاجات دي بتبقى ظريفه جدا، فبراحتك. هم بيحطوا في الكافيهات يا اما مع اللبن عشان يبقى طعمه شوكولاته، يا اما كاكاو، يا اما شوكولاته مجروشه، او الاثنين، احنا ممكن نحط الاثنين مع بعض مفيش مشكله، ده كله يرجع ليكوا انتوا، تمام. هوريكم بقى ايه الحكايه. احنا اول حاجه خالص هنضرب الايه المشروب، معانا الاسبريسو معلقه كده هنحطها اهو، ومعانا شويه ميه مش كتير، لو زودتي الميه قوي بقى هتفضلي تضربي 100 سنه، فاحنا عايزين نحط شويه ميه صغيرين قوي بس كده.
قبل الاختراع بتاع الماشين ده كنت دايما بعملها بالمعلقة كده اهو. تمام. ايوه يا استاذه سمر. نعم. اشيل اللبن؟ اه حاضر يا فندم. كده احسن يا فندم. ماشي ماشي يا استاذه سمر. النهارده هنتكلم استاذه سمر المخرجه اللي احنا كلنا بنحبها قوي. فايه زي ما انتم شايفين هشغل بقى البتاع ده اهو، يفضل بقى كده يضرب فيه عشان يعمل لنا فوم. طيب لو انت بقى ما عندكيش الجهاز ده اللي بيضرب ده هنعمل ايه؟ هنحط الكلام اللطيف ده في ازازه بلاستيك زي ما هو معانا هنا كده دلوقتي، ونفضل بقى نرج فيها جامد قوي كده. تمام. مش عارفه اعمل الاثنين مع بعض. رج فيها جامد جامد هتلاقيها عملت معاكي فوم. اي ازازه بلاستيك بتاعت ميه كده زي ما انتم شايفين، نحط فيها القهوه مع شويه الميه وتفضلي تحركي كده فيها هتعمل لك فوم. ده ينفع وده ينفع، وانا بضرب اللي معايا اهو ده كده اهو. بعد بقى ما بيتضرب كده نبتدي نكمل بقيه الحكايه. ايه بقى بقيه الحكايه؟ احنا معانا لبن زي ما اتفقنا، اللبن اللي انتوا هتستخدموه عايزاه الموكا تبقى دافيه ماشي، عايزاها تبقى ساقعه مفيش مشكله. هناخد اللبن ونحطه. قبل ما نحطه استنى، انا كنت عايزه اعمل ايه؟ كنا عايزين ندوبه مع شويه شوكولاته ولا بلاش؟ لا مش هدوبه مع شوكولاته، خلاص رجعت في كلامي. هنحط اللبن على طول كده. اهو نديله كده ايه تقليبه. انا ما شغلتش الجهاز، انا بس بقلب بيه اهو كده. شويه شوكولاته مجروشه كده، وبرده نقلب. انا مستخدمه الجهاز عمال اقلب بيه كده. عايزه اوريكم كمان ايه الفوم اللي في الازازه عشان برضو تبقوا متخيلينه معايا. هنحطه كده على الوش شويه منه كده اهو. بصوا الفوم ده كله اللي عملته الازازه. هاتي يا استاذه سموره من فضلك اهو، رجت الازازه اللي احنا رجناها دي هي اللي عملت لنا ايه الفوم الظريف ده. ممكن ايه نحط برضو كده على الوش لو عايزين شويه شوكولاته، ومعايا شويه كريم شانتيه لو تحبوا، او من غير كريم شانتيه بما اننا حاطين في اللي هناك يبقى مش هحط في ده عشان الفوم يبقى باين فيه. اهو موكا ده ولا مش موكا يا متعلمين يا بتوع المدارس يا اللي بتروحوا الكافيهات؟ اهو حطه هنا بس كده خلصت الحلقه النهارده. يا رب تكون عجبتكم. عملنا اول وصفه مع بعض صينيه بطاطس بالفراخ، وصفه سهله جدا وكلها على البارد، بتدخل الفرن طعمها بيبقى ظريف، هتعجبكم قوي ان شاء الله. والوصفه الثانيه عملنا الموكا. الموكا اللي انا عملتها دي موكا يعني مش سخنه، اللبن فيها مش سخن، تقدروا تجربوها تخفقوا الاسبريسو مع الميه زي ما اتفقنا بالماشين دي، او ممكن بقى بالمعلقه جامد قوي زي الكابتشينو كده، او بالميه بالازازه الميه الفاضيه نرجها جامد، هتعمل لنا فوم حلو جدا جدا، هيفضل محافظ على شكله. فجربوه بالهنا والشفا. انا بشكركم جدا جدا ان انتوا تتفرجوا عليا. شوفوني كل يوم الساعه 1:30 على قناه النهار في برنامجكم اكله بيتي. باي باي.